يسألوا مبروك وين هنا، وين وين، فهو مبروك عمرو. شكرا، نعيما. ينعم ماشي، عليك. الله يخليك. مشاهدينا على العموم، ننتقل للحديث دائما عن الطب البديل. حتى في العيد نتكلم عن الطب البديل، ما بنلاحقكم. نستغني عن ما في لا الدكاترة، حلوى ولا رهش هي بحالها حلوة. بالضبط. إذا دكتورة نجاة السماوي شذر، صباح الخير، صباح العيد في لندن. يسعد صباحك دكتورة، وكل عام وانتي بألف خير. صباح يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك. لا انتم بخير علينا. سلامتك سلامتك دكتورة، ما تشوفين عين عين، ما صلت على النبي عين. ايامكم سعيدة. ما اليوم بدا عندنا النظام الشتوي هنا، بدت ساعة الآن فرق بيننا وبينكم 4 ساعات. يعطيك العافية. احسن لك للهواء ولا اسوء دكتورة؟ ولا بدري؟ لا اليوم بدا، بس نظاراتك حلوه والله يا خلو. جميل، عيونك حلوه. تسلم، لان شفت اخر الايام تلبسين الوان حلوه، قلت لازم اشوفها بشكل اوضح دكتوره. يحاول ينافسنا. شكرا، بارك الله فيك. الله يخليك. يعطيك العافيه دكتوره. اذا بمناسبه العيد، هل في موضوع معين مميز مختلف عن كل المواضيع؟ مميز؟ لا مميز شنو هو؟ ما في شيء مميز بالعيد، وراح اضيع الفرصه عليك يا خالد، لانه احنا بالعيد ما في نظام اسمه غذائي، لا ما معقوله. مبروك. الاعياد هي اعياد دينيه، بها واجبات وطقوس، وبها تقرب لله، وايضا اجتماعيه بها زياره العائله وزياره الاصحاب، وايضا انسانيه لزياره الملاجئ والمستشفيات والايتام والجيران والناس اللي ما نعرفهم، حتى نقدم هاي الاشياء لهم. صحيح. انا في الغرب يعني اكثر من 40 سنه، الاحظ انه يعني عندهم عيد الكريسماس اللي هو عيد الامه المسيحيه، الاهتمام على الاخر به، وان كان مثلا ما في ذاك التجاوب بكل ايام السنه مع العائله، بس بهالذات يعني بالايام الزيارات والمراسم وكل شيء مع العائله. فالاعياد دائما هي عيد العائله، واذكر انه بالسنين الماضيه يعني حتى ما كان اكو باص يمشي بالشارع، الان مثلا جاليات كثيره عرب وغير عرب، تلاحظون يعني في جو يعني شيء بلندن. ايامنا احنا في لندن كنا حتى يوم ولا يومين ما نلقي حتى تاكسي ولا باص ولا محل مفتوح، كله مسكر. ليش؟ لانه موسم الكريسماس. لا. فالكل يحتفل، الكل يقعد ويا العائله، الكل يعيشوا هالاجواء. نعم، فاحنا بالنسبه لنا الاعياد هي دائما الطعام، هو الموائد، هو الاكل، وما نقدر نمنع الواحد عن الاكل في هالفتره، لان عليه يستمتع، عليه يشعر بالحريه والانطلاق والتمتع بالاكل، حتى الانسان لا يشعر بالضغوط. شنو هي المناسبه اللي يعني الاشياء اللي نشعر بها في هالايام؟ الاشياء اولا نشعر مثلا ممكن تكثر حالات الزكام وحالات الشيء نتيجه الـ يعني الاحتضان البعض، نتيجه الزحمه، نتيجه المجتمع اللي جديد علينا، مثلا زيارات عديده، ناس عديده. فبهالحاله علينا بشايات الاعشاب، شايات الزعفران، يعني ممكن انه الزنجبيل، ممكن الشاي الاخضر، ممكن الليمون العماني، ممكن ايضا يعني كل شايات الاعشاب اللي هي تقوي المناعه، واليانسون بالذات. ايضا عندنا هنا راح تصير عندنا ممكن انه التخمه. التخمه تصير ليش؟ لانه نتيجه الاكل الحموضه، نتيجه الاكل الغلط، نتيجه يعني الاشياء الكثيره اللي ناكلها. فهذا طبعا علينا بالاهتمام يعني بعض المواد. نعم، المواد هي الانزيميه. المواد الانزيميه اللي ناخذها هنا هي العفو صح، يعني ايضا البابايا، الاناناس، النعناع، هاي المواد ضروري ناخذها. ايضا يعني الزنجبيل. ايضا عندنا هنا ممكن يصير اسهال، ممكن يصير تقيؤ، لان نتيجه الاكل اللي هو كثير او جديد او بالمطاعم. علينا هنا استشاره الطبيب، حبوب الفحم، ضروري تنظف المعده، وضروري ناخذ عصير الرمان وعصير الجزر، وناخذ الرز وناخذ الزعتر وناخذ اللبن الزبادي اذا شعرنا بهالحاله. ايضا هنا في الاعياد يصير توتر، يصير عندنا ارهاق نتيجه الضيوف، نتيجه الزحمه. علينا بالاهتمام انه ما ناخذ منبهات كثير، لانه هذه راح ترهق
يعني غده القلق عندنا والادرينال عندنا، علينا بشايات اللوتس، علينا بالباشن فلاورز، علينا بالبابون نجا والكومومايل. هذه الشايات تهدئنا وتخلي الجسم يعني يمشي بطريقه صحيحه بدون المنبهات. اكثر شيء اقوله هنا دائما الاجانب يستعملون التنظيف وراء مناسبه الاعياد، الديتوكس بعد ما نخلص من كل شيء، لان وضعنا ضغوط كثيره على الكبد وعلى الكليتين بتناولنا للحوم والسكريات والاكلات الغلط، فعلينا بالديتوكس. فاما نعمله في البيت واما نعمله في الكلينيك واما نعمله في المصحات، وهو مو صعب يعني كل انسان يقدر يسويه، وان شاء الله نتكلم في فرصه اخرى على هالموضوع هذا. فهي هاي النقاط اللي من ممكن ننتبه عليها بمناسبه الاعياد. ضيعت عليك الفرصه يا خالد، ما في والله ضيعتيها. ما في تقيد، لا تقول اكلي كله اكله، كل 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 كله كل. وبعد العيد ديتوكس، بعد العيد ديتوكس ممكن انه بعض الـ يعني حبيت اقول انه ممكن انه بعض الـ يعني الحلوى اللي تتقدم بالعيد، يعني في من الاشياء الطبيعيه اللي هي البي بروبوليز. هاي البي بروبوليز اللي هي على شكل حلوى من الممكن تشترى من بعض يعني محلات الاغذيه الصحيه وتتقدم بالطبق، لان هاي تمنع حتى وصول الفيروسات او شيء، لان هاي دائما حلوى واحد تتقدم للناس كلها موجوده، ومن الممكن انه الانسان يتناملها، وهي حلوه وغنيه بالعسل والعسل الطبيعي. والله انت اللي حلوه يا دكتوره. نعم. يعطيك الف عافيه عن جد. دكتوره انا راح ارسل لك، الله يخليك، وانتوا الاحلى، انتوا الاحلى. راح ارسل لك حلوه بحرينيه وبشوف اذا بتظلين على كلامك ولا بتغيرينه. احنا تاكلينها جاع الوتر. شكرا، وان شاء الله ان شاء الله مفاجاتنا الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه ويومك سعيد دكتوره. ان شاء الله. يعني على قولة اخوان البنات اهضم من هيك ما في دكتوره. والحلوى البحرينيه على فكره يعني تكسر كل القواعد، يعني لا تقولون مثلا راح اوقف الدايت او الرجيم وراح اكل اي شيء، لا، الحلوى ما تعتبر اي شيء، تعتبر كل شيء. كل شيء. كل شيء. عشان كذا لما جيت سكر فيها. عشان كذا لما جيت من عمان واعطوني يعني هديه حلوى عمانيه، عن الخاطر اخذت على قولتكم نص قفشه صغيره متيفه وحولت الباقي على سير عشان هي تمتن، انا ما ابغى يعني بس عن خاطر بني بكره حلوى بحرينيه نشوف لجين ان شاء الله تاكل على الهواء، لان هي لازم تتبع نصائح الدكتوره نجات. قهوه من الصبح تسد نفسي عشان ما اكل حلاوه. الان راح نتكلم عن الاوضاع الداخليه او الظروف الاقتصاديه في الخرطوم تحديدا، ولكن هذه الظروف والاوضاع لم تمنع اهل السودان من الفرح بقدوم العيد. عشان كذا مشاهدينا كاميرا صباح الخير يا عرب رصدت احتفالات